السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل قالب البطاطا بالكفتة. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1 كيلو غرام لحم مثروم، وواحد حبة بصل صغيرة الحجم مبروشة، و3 سن ثوم مهروس أو مبروش حسب يعني المتوفر عندكم إذا تبرشوا أو هرسوه. وهنا عندي 1/2 كوب معدنوس أو كرفس، ورشة فلفل أسود، و1 ملعقة أكل ملح ممسوحة يعني، و1/4 كوب طحين، ورشة فلفل أحمر حلو بابريكا، و1 حبة بيض. عجنت هاي العجينة حتى أكورها وأسويها كفتة وأقليها. طبعا تصير الكفتة بهالشكل يعني مخروطية الشكل، يعني مو كرات ولا طولانية، تكون مخروطية بهالصورة. هنا بديت اقليها بهذا الزيت النباتي واقليها من كل الجهات يعني، بس مو الا تستوي من الداخل، بس تصير حمرة من الخارج. هنا شلتها من بعد ما قليتها وبديت احضر البوتيتا. هنا عندي 6 حبة بوتيتا، شوية حجمها كبير، قشرتها يعني هي ما مسلوقة مثل ما تشوفون، قصيتها بالطول بهالصورة وبديت احفرها بهاي الآلة، او اذا عندكم اي آلة وممكن بالسكينة الناعمة تقصوها بهالصورة، يعني المهم تحفروها حتى نقعد بها الكفتة. وهاي البقايا مالتها هم قليتها بنفس الزيت النباتي وشلتها من بعد ما قليتها. هنا ضفت 3 ملعقة اكل معجون الطماطم، حمست المعجون وطلعت ريحته طيبة، ورشيت له شوية فلفل اسود، 1 ملعقة شاي ملح، ورشة فلفل أحمر حلو بابريكا، وتقريبا 3 إلى 4 كوب مي، وراح أتركه شوية يغلي ويثخن وأشيله. ممكن تخلون حرارة يصير هم طيب، هاي حسب الرغبة. من بعد ما كملت كل شيء خليت هاي البوتيتا بالقالب ودخلت بيها الكفتة بهالصورة، وهاي البقايا مال البوتيتا اللي قليناها خليتها بين قطع البوتيتا الكبار يعني بهالصورة يصير بيناتهم. وهنا عندي 3 حبة طماطة قطعتها الى اقراص وخليتها بيناتهم، ورشيت عليها الصلصة اللي حضرناها. وهنا انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 250 وغطيتها برق الالمنيوم، وراح اخليها بالفرن وتاخذ وقت 45 دقيقة، يعني نص ساعة برق الالمنيوم وربع ساعة بدون ورق الالمنيوم، يعني شلت منه ورق الالمنيوم وبقى بالفرن وطلعته وصار بهالصورة. ورشيت عليه هنا معدنوس مثروم او كرافس حسب رغبتكم للتزيين، وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية، ولا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقية.